التعليم الهجين نظام دراسي جديد اعتمدته وزارة التعليم العالي في الجامعات، نظام يمزج بين التعليم التقليدي وجها لوجه ونمط حديث هو التعلم عن بعد، مع إجراءات احترازية مصاحبة تحسبا لتداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. نظام هجين يشبه إلى حد بعيد الجيل الذي يجرى تطبيقه عليها، فكلاهما تتقاسمه طبيعة تقليدية يجري كل شيء فيها وفقاً لقواعد عمرها عقود طويلة، وطبيعة أخرى مواكبة لما مر بالعالم من تطورات أبرزها الاعتماد شبه الكامل على معطيات الفضاء الرقمي. التجربة جرى تطبيقها جزئياً العام الماضي وواجهتها عقبات، أهمها تفاوت البنية الأساسية المعلوماتية من جامعة لأخرى، لكن التصريحات الحكومية تقول إن الدراسة الوافية لهذا النظام تؤكد أنه الأنسب للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لهذا العام. هذه التصريحات لم تخفف كثيراً من تخوفات لدى أولياء الأمور والطلاب، باعثها تجارب مشابهة سابقة كانت العملية التعليمية فيها حقل تجارب، وأسفر عدم النجاح في تطبيقها عن مشكلات كبيرة لدفعات كاملة من الطلاب. هل ينجح النظام؟ هل هناك سيناريوهات بديلة حال عدم النجاح؟ ما مدى قدرة الجامعات على التطبيق؟ وفي كل الأحوال، ما ضمانات حسن سير العملية التعليمية؟ أسئلة كثيرة يطرحها تطبيق نظام التعليم الهجين، ولكن شيء واحد مؤكد، أننا جميعاً سنكون رد فعل لما تشهده حالة كورونا من تطورات.